شوف اي واحد من اصغر واحد في الجمهور ديال الجيش الملكي الاكبر واحد في الجمهور مع رحيل المدرب، هذا مطلب جماهيري اللي هو رحيل المدرب. علاش؟ المدرب ملي جا من اول ماتش ديالو بانت بانه ما عندوش خطط تكتيكيه، السيد ما بدون تاريخ، ما نبداوش نكذبوا على راسنا، من غير انه وصل المنتخب ديالو البروميير تور في كاس العالم ما كاينش شي حاجه واحده اخرى، راه مش طيح ابال الدوزيام ديفيزيون. فلذلك المدرب حنا ما غاديش مع المنظومه ديالتنا، تنطالبوا بالتغيير في اقرب فرصه ممكنه اللي هي هاد التوقف. راه الا زاد مازال واحده اخر معنا راه غتكون الكارثه. مدرب ما صالحش المنظومه ديال الفريق الجيش الملكي. بالنسبه لهاد التركيبه اللي عندنا، عندنا احسن تركيبه ولو ان ما كاينش الحاج بن عبيد. وهذا نرجعوا لهذه القضيه، كاين الخياطي الحمد لله، حنا كما تنقولوا في الكره اللي تيدخل تيقضي. عندنا لاعبين في المستوى، عندنا جمهور كبير تيساعد اللاعبين ديالو. باقي عندنا مشكله كما قلنا في الاول اللي هي ديال المدرب اللي ما تيعطيش اللاعبين الخطه المناسبه باش يقدروا يلقاو راسهم. راه لا يعقل انك تشوف زحزوح تيرجع تدافع، او تشوف حريمة تيرجع تدافع، والعام اللي قبل منه كانوا هما اللي كانوا تيهاجموا، وواحد فيهم كان هو هداف ديال البطوله ديال الفريق. حريمة هو هداف الفريق، عاد تردوا انت اللور ما يمكنش. احنا كنا جماهير مع رحيل المدرب، ومع عندنا حاجه واحده اخرى مازال ما تكلمناش فيها، هو ملعب القنيطره. ملعب القنيطره رغم بعده علينا وما تنقولوا انه في الجهه مزيان، مي تفضل كمل كمل كمل. من حاجه واحده اخرى كما قلنا، هي ملعب القنيطره تنطالبوا من الاداره ومن الجامعه بتاهيل هذا الملعب باش نستضيفوا به المباريات ديالنا ديال العصبه، لان فريق الجيش الملكي بالجمهور ديالو، الا ما كانش الفريق الجيش الملكي والجمهور ديالو راه ما يمكنش تديه الوجده او جديده واحد المسافه اللي هي كبيره، وفي وسط الاسبوع تجيبو عاوتاني يلعب في القنيطره او يمشي يلعب مثلا في بركان ولا في اكادير. تبقى هذاك الترحال الدائم، فريق الجمهور ديالو دائما في الترحال. فلذلك تنطالبوا من الاداره ومن المنظومه بصفه عامه بانهم ياهلوا هذاك الملعب، لان راه فريق الجيش الملكي راه فريق المغاربه وفريق ديال الوطن، حتى هو راه تيلعب على الرايه المغربيه. وبصراحه اش غادي نقول لك، هي اخطاء اداريه تكرر مره اخرى. بالنسبه للمدرب البولوني، يعني ماشي حنا غادي نقولوا رغم انه دوزك لدور المجموعات او لدور الدور الاول او الدور الثاني، هذه المساله كتحسب الفيكتيف ديال اللاعبين، كذلك الجمهور، غير باش نكونوا واضحين. اما بالنسبه للمدرب ضعيف بزاف، وتكتيكو كيوريك، ومباريات ديالو هذه اللي لعبها كتوريك، وخصوصا كل مره كيدخل لاعبين وكيخرج لاعبين، يعني ما عندوش تشكيله قاره وما عندوش حتى كواريزما، يعني مساله ديال التواصل ما بين اللاعبين، يعني تكتيكيا ولغويا، ربما حتى لغويا ما غيكونش متواصل مع اللاعبين مزيان. يعني عندك فيكتيف خصو يكون عندك مدرب مزيان. حنا ما كنوافقوش على هذا المدرب، حنا كنطلبوا من المسؤولين الاداريين باش يخلعوا على هذا المدرب، يجيبوا مدرب اللي غادي يلعب بهذا النادي هذا ووصلوا لادوار طلائعيه ولما لا الفوز. وثاني حاجه اللي هي كنتمنوا باش ياهلوا لنا الملعب ديال القنيطره، لان راه الملعب اللي اهلتينا الملعب القنيطره راه مازال كنلعبوا خارج الديار ديالنا، مازال رغم بان مدينه القنيطره مدينه ديالنا، وكنشكروا مدينه القنيطره والناس ديالها، وكنتمنوا هذا هو الامنيه حقنا الاداره. وانا بصراحه كرئيس شخصي فريق الجيش الملكي فريق كبير، ما يقدرش يسيروا الصمادي او لا يسيروا اي حد. انا بالنسبه لي تقول لي صمادي مدرب نقدر نحطه في الفئات الصغريه ولا في فئه العمل، اما بالنسبه لنادي الجيش الملكي الفريق الكبير، يعني خصو مدرب كبير. الجيش الملكي يعني الا بغيتي تلعب على الالقاب خصك تجيب مدرب ويكون اجنبي، ويكون كيف قلت لك في الاول جاي وصايل في افريقيا. اما بالنسبه للصمادي ما نظنش اخويا انا هذا السيد غيشد ديك الفريق. هو المدرب ديال الفريق الجيش الملكي، انا لحد الان باقي كاع ما كنعتبرو انه مدرب، لحقاش كاع ما كنعرفوه منين جا وكيفاش تا جا.
هذا المدرب الاصل ديالو من البولونيا خصو يرجع للبلاد ديالو فين كان، ما عندوش تجربه هنايا في الادغال الافريقيه، ما عمرنا ما سمعنا عليه شي حاجه. يعني حنايا كنطالبوا كجماهير عسكريه خاص في اقرب وقت يتم الترحيل ديالو البلاد ديالو والاقاله ديالو في اقرب وقت ممكن. ما خدامش لينا حنا هذا المدرب من نهار جا، حتى شي واحد ما كان باغيه، واجي تاكد لنا في الماتش الاول واخا ربحوا بنتيجه كبيره والماتش الثاني ربح بنتيجه كبيره، يعني ما كانش الفعاليه ديالو. كنا كنشوفوا الكره بلا يعني سفينه بلا ربان، وهذا الشيء شفناه في النتيجه ديال بركان اللي كان الفوز غادي يكون في الحليف ديالنا، ولكن ما وفقناش الله سبحانه وتعالى. وهذا الشيء من بعد الماتش ديال بركان اللي حنا كنتسماو اللي كان بالنسبه لنا حنايا هزيمه بحكم لعبنا في الديار ديالنا وهزمونا في مدينه الجديده بهدف لصفر، اللي تبقى يعني عبء على الاداره اللي هي سببنا في هذه الهزيمه. وزدنا زهقنا من هزيمه اخرى حتى هي متتاليه على مع فريق اتحاد طنجه، لولا الهدف ديال اللاعب المرموق اللي بلا البلاء الحسن في المقابله الاخيره. وما نساوش واحد النقطه هي نشيروا ليها في هذه الساعه، هو الملعب ديال القنيطره. بغينا نشوفوا السي فوزي القجع علاش ما كيديرش مع فرق الجيش الملكي كما كيدير مع الفرق الاخرى، علاش هما اهل لهم التيران وخلص عليهم ديون اللي كانوا هما كاع ممنوع من انتدابات وساعدهم دار معاهم هذا الشيء. حنا ما مطلوبش منه يعطينا الفلوس، حنا اللي مطلوب منه انه يوقف مع الاداره ديالنا ويأهلوا التيران ديال قنيطره اللي هما مشكورين. ناس قنيطره مشكورين، سلطه قنيطره مشكورين، الجماهير القنيطريه مشكورين، امن قنيطره اللي وفروا لنا الملعب، وكتبقى واحد العلاقه الحمد لله جد حميمه مع النادي القنيطري واهل المدينه ككل. دابا حنا الفريق ديالنا ديما ديبلاسي القنيطره، يعني ما بالو كم اللي يعطونا الملعب ديال وجده، يعني ديما عانى. ولهذا هذا مطلب جماهيري والاداره حتى هي كنناشدوها يعني تضافر الجهود باش يهلوا الملعب قنيطره باش نلعبوا فيه. لا يعقل فريق في افريقيا ولا فريق في المغرب في الدار البيضاء كيستقبلوا المقابله ديالهم ب 40,000 60,000 70,000 وحنايا نلعبوا في وجده ب 3,000، راه ماشي معقول. راه حنا خصنا نلعبوا في قنيطره، وقنيطره راه هي قليله على الجماهير العسكريه. لهذا ندائي موصول للاداره والمنظومه القجع والاداره فريق الجيش الملكي باش يديروا لنا شي حل في الملعب ديال قنيطره ان شاء الله نلعبوا فيه. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.